والاستعداد ليوم الرحيل. الاستعداد ليوم الرحيل الأصل الرابع من أصول التقوى. ماذا معناه؟ أنا حينما أستعد لشيء يا سادتي أي أنني أحرص على أن أصل إليه، فلا يستعد إنسان إلا من أجل الوصول. فإذا قلنا بأن فلان يستعد للحج فيجمع نفقته ويهيئ راحلته ويرتب أمره، أي أنه سيتحرك ويقطع الفيافي والقفار للوصول إلى البيت الحرام من أجل أن يؤدي فريضة الحج. ونحن أمامنا اليوم الآخر، أمامنا القيامة، ونحن نذهب إليها ويذهب بنا إليها سواء أردنا أو لم نرد يا أيها الأحبة. ولذلك قال من تمام التقوى أنك تستعد ليوم الرحيل. فإذا ما هي؟ كل يقول أنا أستعد أنا أستعد. القضية دعوة تحتاج إلى بينة. ما بينة الاستعداد؟ ما دليل أنك تستعد ليوم الرحيل؟ أي أنك تسير بسير أهله، وأنك تجمع الزاد الذي ينفعك فيه هناك، وأنك تسلك كل الطرق وأقصرها التي توصلك إلى هذا اليوم إن كنت صادقا وتحب لقاء الله. انظروا إلى عبد الله بن الزبير حينما حاصره الحجاج في مكة وبدأ يرميها بالمنجنيق، جاءوا إليه فقالوا يا ابن الزبير إنك هالك ولا محالة، وإنما هي ساعة بين موت وحياة، فانظر لنفسك والتمس عذرا وصالح الحجاج وفاوضه. قال قلتم ساعة بين ماذا وماذا؟ قالوا ساعة بين موت وحياة. قال لا، إنما هي ساعة بين ذل وعز، إنما هي ساعة بين رضا وسخط، إنما هي ساعة بين جنة ونار. لا والله لا أعطي الدنية في ديني، ولقد دخلت على أمي أسماء فتلمست صدري فوجدت علي درعا فقالت ما هذا يا عبد الله؟ قلت درع. قالت لا يلبس الدرع من يريد وجه الله ويعتقد أنه على الحق. انزع. قلت يا أماه أخشى أن يقتلوني فيمثلوا به. فقالت يا ولدي ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها، يا ولدي ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها، امضي ولقائي معك في الجنة. فلما أصابه السهم الأول، أتدرون ماذا قال ابن الزبير الذي أعطى الدليل على الاستعداد ليوم الرحيل؟ أعطى البين والصدق. أتدرون الكلمة التي نطق بها؟ ما زاد على أن قال وهو ينظر إلى السماء مبتسما، قال يا رب عبد الله إنك تعلم أني أحببت لقاءك فأحب لقائي، إنك تعلم أني أحببت لقاءك فأحب لقائي. هذا هو الدليل. نلقى الأسنة بصدورنا، نخرج للدفاع عن ديارنا وأعراضنا، نعلن قوتنا وعزتنا أمام أعدائنا وجلاوزتنا. الدليل بأننا ننصب النحورة لكل ما نهدد به، وأننا نخرج إلى الفلوات رجالا في زمن قل فيه الرجال، ونمتطي صهوات الحق في زمان انقاد الناس جميعا فيه لركب الباطل. نعم دليلنا يا سادتي على الاستعداد ليوم الرحيل أن نكمل السيرة في مهمه هذا الدرب الطويل، ولو بقينا وحدنا، لو تخلى عنا الكبير والصغير، ولو خاننا القريب والبعيد. إن الدليل يا سادتي أن تضع عينك بما عند الله، ويكون قلبك متعلق بما لديه، وتنظر إلى الدنيا وهم إنما تمضيها بسنة قدرية أوجدك الله فيها، وتسعى لإرضاء ربك، وتعطي الدليل والبينة على أنك تبغي وجهه وأنك تريد ما عنده وتحب لقاءه. نعم يا سادة، نعم يا أحبة، هذا هو مقصد الصيام.